السلام عليكم متابعين الكرام. ما هي صحف إبراهيم وموسى؟ ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أنزل الله سبحانه وتعالى على الأنبياء كتبا سماوية كمعجزات خالدة، ومنهم من خصهم بصحف كإبراهيم وموسى. وصحف إبراهيم هي إحدى الرسائل السماوية التي نزلت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي 10 صحف. وإبراهيم عليه السلام هو صاحب الديانة الحنيفة، وكلمة حنيفة حسب المنهج الإسلامي تعني الاعتقاد قولا وفعلا، والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو الوحيد المخصوص في العبادة. فبعد أن اتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا، وخصه بالرسالة، وأمره أن يبلغ دعوته، أنزل عليه صحفا. انتقل من العراق إلى فلسطين، ثم إلى مصر والحجاز، ويعود له الفضل في أن أطلق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، ولم يتبعه في قوله سوى ابن أخيه لوط عليه السلام. أما موسى عليه السلام فقد اختصه الله سبحانه وتعالى بدعوة بني إسرائيل، وأنزل عليه التوراة، كما أنزل عليه رسائل سماها الله صحفا، وهي أحد الكتب السماوية. وأجمع بعض أهل العلم على أن التوراة تختلف عن صحف موسى، ولكن ذهب الإمام القرطبي للقول بأن المقصود في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هو الكتب السماوية التي اختص الله بها إبراهيم وموسى، وليست الألفاظ بعينها في هذه الصحف، أي قصد المعنى دلالة على ما أنزله الله من كتب سماوية. فقد اختص الله سبحانه وتعالى صحف إبراهيم وموسى لتدليل على فضلها، وأن جميع الكتب السماوية الأخرى متفقة فيما جاء في صحفها، واشتملت على سلسلة من المواعظ والأحكام، ومما اشتملته كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو ذر عن صحف إبراهيم، فدلل النبي على آتاها أمثال ومواعظ حول الظلم وما له من آثار، وأن يتجنب الإنسان الظلم الآخر حتى لو كان كافرا، وعلى الإنسان العاقل أن يكون حافظا للسانه، مراقبا كلامه، عادل لزمانه. أما صحف إبراهيم عليه السلام هي الصحف التي أنزلها الله على نبيه إبراهيم عليه السلام، غالب ما جاء فيها كما قال أهل العلم مواعظ وحكم وعبار، وقد ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها المجمل ومنها المبين. أما المواضع المجملة ففي قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقوله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأما المواضع الصريحة المبينة ففي سورة النجم، حيث يقول الله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إلى آخر السورة. وفي سورة الأعلى حيث قال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: وأما الصحف فإنها جمع صحيفة، وإنما عني بها كتب إبراهيم وموسى. يقول العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله: وما أنزل إلى إبراهيم، لم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم، ولكنه يبين في سورة الأعلى أنه صحف، وأن من جملة ما في تلك الصحف: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وذلك في قوله: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. نزول الكتب السماوية في رمضان. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تاريخ نزوله، كما جاء عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاثة عشر خلت من رمضان، لأربع وعشرين خلت من رمضان. يقول داود بن هلال النصيبي: مكتوب في صحف إبراهيم عليه السلام: يا دنيا ما أهونك على الأبرار الذين تصنعت لهم وتزينت لهم، إني قد قذفت في قلوبهم بغضك والصدود عنك، ما خلقت خلقا أهون علي منك، كل شأنك صغير وإلى الفناء تصيرين، قضيت عليك يوم خلقت الخلق ألا تدومي لأحد ولا يدوم لك أحد، وإن بخل بك صاحبك وشح عليك، طوبى للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم على الرضا، وأطلعوني من ضميرهم على الصدق والاستقامة، طوبى لهم، ما لهم عندي من الجزاء إذا وفدوا إلي من قبورهم إلا النور يسعى أمامهم والملائكة حافون بهم حتى أبلغ بهم ما يرجون من رحمتي. العبر في صحف موسى. وأما صحف موسى فكانت كلها عبر، ومنها عجبا لمن أيقن الموت كيف يفرح، وعجبا لمن أيقن القدر كيف يغضب، وعجبا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن ويهنأ إليها، وعجبا لمن أيقن بنار كيف يضحك، ومن أيقن بالحساب والآخرة كيف لا يعمل. هل تعلم ما هي صحف إبراهيم وموسى؟ وهل تختلف عن القرآن؟ ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد ذكر الله فضل صحف إبراهيم وموسى بقوله سبحانه وتعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقد قص الله صحف إبراهيم بهذا القول، حيث كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل منهم بذنب غيره، من ارتكب جريمة القتل أو الجرح، فأبلغهم إبراهيم عليه السلام بهذا القول ونهاهم عن ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة لصحف موسى، ولكن كل ما جاء في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام فقدت وغير معلومة، ولم يصلنا من أثرها شيء إلا ما ذكره القرآن الكريم وسنة نبوية شريفة توضح بعضا مما جاء في صحف إبراهيم وموسى، جاء في الموسوعة الفقهية. وأما صحف إبراهيم وداود فقد كانت مواعظ وأمثال،
لا أحكام فيها، فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على أحكام، انتهى. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صحف إبراهيم صحف أنزلها الله تعالى على إبراهيم، فيها المواعظ والأحكام، فيتوجب على المؤمن الإيمان التام بأن الله أنزل صحفا على إبراهيم وموسى عليهما السلام. إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لنا. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.